تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش من الإطاحة بجمعية أشرار في قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية والمخدرات مع الحيازة على أسلحة بيضاء محضورة بالصمت السادس. هذه القضية التي كانت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا مكنت ذات الفرقة من توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 45 سنة مسبوقين قضائيا بينهم جنس أنثى. بعد تنفيذ أذونات بتفتيش منازل المشتبه فيهم مكنت العملية من ضبط وحجز 732 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع، 6 أسلحة بيضاء محضورة من الصنف السادس مختلف الأنواع والأحجام، مبلغ مالي يفوق 100 مليون سنتيم جزائري من عائلات المتاجرة بهذه السموم، عدد معتبر من الشرائح الهاتفية، دراجة نارية تستعمل في نقل وتوزيع هذه السموم.